كابتن إيهاب جلال بيحب أحمد محسن، كابتن إيهاب جلال هو اللي طلع أحمد محسن في النص، دي حقيقة. فإزاي هو هيكون هو اللي مطلع أحمد محسن وفي الإسماعيلي هو اللي مستبعد؟ هو أنا بص أنا ما أعرفش بصراحة، أنا شاكك في رقم 12 اللي لبسته بتاع حسن عبد ربه. يعني خلاص دايرة النحس، هو بص هي ما فيهاش غير الرقم. كابتن حسن ما كانش مسامح في الرقم، أنا عارف، أنا هو قال لي أنا مسامح، عملت كروس كويس، لف وشه كده غضب، من بعدها انا ما شفتش. نعم كان غالبا في كان السنه اللي فاتت هو معانا، كان مدير كوره وكان كابتن حسن طبعا من الشخصيات الجميله جدا اللي انا بحبها، وما لحقناش طبعا نقعد معاه كتير نستفيد منه في النادي لان هو كان في مشكله ومشي. هو كان من الناس اللي احنا رحنا هو موجود يعني، بس هو مش مساعد. لا هو مش عايز حد يلبس 12 في الاسماعيلي، خد بالك انا سالت، ما هو انا اللي بيحصل معايا ده حاجه غريبه. سالت وقعدت استفسر مين يا جماعه كان لابس قبل 12، قالوا لي حد اسمه مدحت فقوسه لعب 3 دقايق في 5 سنين. كويس طب انت كده، طب انت دخلك في الاسم مش هتغير الرقم؟ انا كنت هغير الرقم بس حاولت جاهدا لازق فيه مش عارف اغيره، فما ما عرفتش اغير الرقم، ما لحقتش بقى، قلت بس السنه دي هتبقى سنه جديده وبتاع والسنه ان شاء الله تبقى مختلفه عن السنه اللي فاتت، ما لحقتش، مفيش امل.